المكملات الغذائية هل هي مضرة أو لا؟ المكملات الغذائية مش مضرة، ممكن تأخذ أنت مكملات غذائية زي البروتين. إذا أنت مش عارف تجيب كمية البروتين اللي بتلزمك من الأكل، مش عمالك لسه بتقدر تأكل، بإمكانك تأخذ لك سكوب بروتين ما حيأثر كتير. إذا بتأخذ كرياتين، كرياتين بيساعدك على الاستشفاء العضلي. هلأ في مكملات غذائية وفي أنواع كتيرة ما لها داعي في السوق، أنت هاي بتحط عليها مصاريك وبتضيع مصاريك فيها على الفاضي.